باشمهندس محمد، احنا هنا بننتج حوالي من 9 ل 13 طن يومي من الغزل السميك والمتوسط، واظن ده كم انتاج يعني يكفي السوق المحلي في المرحله اللي احنا فيها، او على الاقل يسد فجوه كبيره كان محتاجها سوق الغزل والنسيج في مصر. ازاي بنوصل لمراحل الانتاج العاليه دي؟ تمام، احنا عندنا المصنع بيتكون من خطوط انتاج سويسريه، ايطاليه، المانيه، بيتكون من خطوط تفتيح للقطن مع البوليستر لانتاج الخيوط المخلوطه من القطن بوليستر. الميزه في المصنع بتاعنا ان احنا عندنا ثلاث خطوط في التفتيح، خط لتفتيح القطن خالص، وخط لتفتيح البوليستر، ثم خط للمخاليط معا باي نسبه خلط مطلوبه تبعا لاحتياجات السوق وحاجه العملاء. طب الاول احنا ليه بندخل البوليستر مع القطن؟ الخلط بصفة عامة فندم ليه فايدتين أو أكتر من كده حسب أنا عايزه لإيه. أولاً لتحسين الخواص، وكمان للحصول على ميزات اقتصادية. فخلط البوليستر مع القطن يفيد في تخفيض قيمة المنتج، وفي نفس الوقت بيدي مميزات أخرى زي المتانة. طيب الغزل الرفيع اللي بنستخدمه عشان ننتج قماش خاص بالقمصان او بعض المنتجات الملابس عاليه القيمه الى حد ما، هنا بنطلع ده علشان نستخدمه في ايه في الاخر؟ القطن ال 100% السميك او المخاليط بتستخدم في اقمشه الجبردين، البنطلونات السميكه، الاقمشه التريكو سواء الميلتون او السمر ميلتون، كمان بنستخدم في المفروشات بكافه انواعها، البيت شيتس او الملايات، كل ما هو ممكن بنمر سميكه فهو من انتاجنا وبجوده عاليه جدا. ده اللي من الاخر ممكن نصدره كخام ويبقى عليه مكتوب ميد اوف ايجيبشن كوتون. فاحنا دلوقتي احنا بننتج ده وشايفينه برؤيه العين بيحصل قدامنا، بس المره دي بجوده اعلى الى حد كبير. اكيد الجوده هنا عندنا مستويات الجوده عاليه جدا، احنا عندنا خطوط انتاج على احدث ما يكون على مستوى العالم، احدث ما يكون من التكنولوجيا، الى جانب ان الخلط عندنا ما بين القطن والبوليستر بيتم في المراحل الاولى وهي مرحله التفتيح، غير معظم المصانع اللي بتتم على خطوط السحب، وده بيديني امكانيه خلط بنسبه دقيقه جدا، اي نسبه خلط مطلوبه، الى جانب تحسين الخواص النهائيه في المنتج النهائي، في النسيج، في التجهيز، وفي الصباغه. طب ازاي قدرنا نوصل لكميه الانتاج المرتفعه دي؟ احنا عندنا معدلات من الانتاج حسب النمره، فلو احنا بننتج خيوط سميكه بننتج 9 طن 13 طن يومي بمتوسط نمره وليكن 27 28، لو متوسط النمره رفعناه لحد 36 40 بنحصل على 9 طن يومي. المعدلات بتاعتنا جت من كفاءه التخطيط للانتاج، بحيث ان انا بنتج بنمر مختلفه بخلطات مختلفه بعدد ماكينات لكل نمره، فتديني كفاءه في الاخر عاليه جدا، الى جانب ان احنا حاطين في دماغنا كمان ان شاء الله في الخطه القادمه ان احنا نعمل اكستنشن للمصنع لاضافه طاقه انتاجيه اخرى. هيكون عندنا توسعات في المصنع هنا ان شاء الله. ان شاء الله في امكانيه اضافه ماكينات جديده، وبالتالي عدد مرادن، وبالتالي انتاجيه، وكمان طاقه نوعيه عن طريق ان انا هضيف تكنولوجيا جديده لانتاج الكومباكت مثلا، او ان انا اضيف طاقه تمشيط جديده، فان انا اطلع خيوط مسرحه سميكه. كده يا باشمهندس احنا هنزود الانتاج وهنضيف نوعيه منتج مختلف كمان. تمام. الفترة الجاية احنا بنفكر ان احنا هنضيف ليكرا في الخيوط، او حاجة بيسموها الكور اسبانيارن، الخيوط المدعمة بألياف اخرى، الى جانب ان احنا هنزود الطاقة الانتاجية باضافة عدد المرادن التقليدية، وده بيديني تنوع في الانتاج وغزارة في الانتاج ايضا. خلينا نفكر في المصنع بقى المصري اللي ممكن ياخد منك هذا الغزل ويصنعه في شكل منتج نهائي. قد ايه احنا بنساعده، قد ايه احنا بنسد فجوه في الطلب على هذا النوع من الغزل؟ تمام. الانتاج بتاعنا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، اولا الجوده عاليه جدا، مستويات الجوده عندنا اقل من 5% اوستر ستاندرد،
وده بيديني كفاءة عالية جدا. السوق محتاجها جدا في التصدير، ومحتاجها جدا في المنتجات اللي بتتصنع من المنتج بتاعنا، والعملاء بصفة عامة بيتهافتوا على إنتاجنا في الأسواق المحلية، وبالتالي الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق المفتوحة. يعني بالفعل هذا الإنتاج دخل السوق المحلي وتم تصنيعه في شكل منتج نهائي. تم تصنيعه وعندنا كمان في مصانعنا الملحقة بالمصانع بتاعتنا سواء التريكو أو النسيج، إنتاجنا على أعلى ما يكون من الجودة، على أعلى ما يكون من الكفاءة، على أعلى ما يكون من المنتج النهائي في التجهيز. ده نتيجة دقة التصنيع بتاعنا، مستويات جودة عالية جدا. أنا ملاحظ هنا الجو فيه رطوبة عالية شوية، ده مقصود؟ طبعا فعلا زي ما حضرتك لاحظت إن فعلا الجو حر جدا، أو حر بدرجة معينة، ولكن هي درجة الحرارة، درجة الحرارة يعني. طبعا حرارة ورطوبة دي طبقا لمستويات الرطوبة والحرارة المطلوبة على مستوى الإنتاج، وده بيتم فيه التحكم فيها عن طريق محطات الترطيب والتكييف الموجودة في المصنع، وده بيزيد من كفاءة الإنتاج، وخاصة للمخاليط حيث أن البوليستر بيولد كهرباء استاتيكية، فلازم يكون فيه درجة رطوبة معينة يشتغل فيها في جميع المراحل المختلفة، وبالتالي بيزود من كفاءة الإنتاج لتقليل القطوعات. وعندنا المصنع بيقيس معدل القطوع في كل المراحل، وبيديني كمان الكفاءة لكل ماكينة ولكل المكن على مستوى المصنع من خلال غرفة التحكم. طيب باشمهندس، التكنولوجيا الجديدة دي والإنتاج المختلف الموجود هنا بيتطلب عامل مختلف يقف على مكنة مختلفة يمكن مش متعودين عليها في مصر، فازاي حصلنا على فكرة التدريب أو التأهيل العامل للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة؟ بالنسبة للمصنع هنا والقائمين على المصنع كقيادة إدارية وحتى القيادة السياسية، اشترطت في الأساس أن أي مورد للماكينات لابد أن يكون ليه مركز تدريب لتدريب كافة العمالة سواء في المصنع أو في منطقة الشرق الأوسط، وتكون مصر هي نقطة التمركز للتدريب على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. المركبين الأجانب والخبراء بيتم استضافتهم بشكل دوري لتدريب العمالة الموجودة سواء أثناء التركيبات أو ما بعد التركيبات كخدمة ما بعد البيع، وبعد ذلك كل ما نحتاج تدريب بيتم الاستعانة بالخبراء أو الناس اللي اتدربت بتبدأ تدرب الموجودين، إلى جانب إن احنا بنعتمد في البداية على المهندسين بتوعنا، والقيادة اللي موجودة والإدارة اللي موجودة هي على أعلى ما يكون كمستوى علمي وعملي تقني.